وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور عادل خليفة، رئيس قسم كهرباء القلب بمركز محمد بن خليفة الخليفة التخصصي للقلب. بداية نرحب بك دكتور في نشرة الثالثة، وهل لك بكلمة تود أن توجهها بهذه المناسبة؟ أسعد الله مساءكم بكل خير. طبعا يحتفل العالم في 29 من سبتمبر من كل عام بيوم القلب العالمي، وهذا الاحتفال يأتي تجسيدا لأهمية أمراض القلب، حيث أنها كانت وما زالت المسبب الرئيسي للوفاة حول العالم، كما يأتي هذا الاحتفال تأكيدا على أهمية نشر الوعي الصحي والطرق المختلفة الواجب اتباعها للسيطرة على عوامل الخطورة الكثيرة مثل الضغط والسكري وارتفاع نسبة الدهون والسمنة وغيرها، لتعزيز الصحة بشكل عام وصحة القلب بشكل خاص. نعم دكتور، كيف تصف الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين خاصة في مجال علاج أمراض القلب؟ مما لا شك فيه أن مملكة البحرين حققت الكثير من الإنجازات في المجال الصحي في العهد الزاهر لجلالة الملك الله يحفظه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر. فوزارة الصحة أخذت على عاتقها مسؤوليات كبيرة للارتقاء بالخدمات الصحية بشكل عام والخدمات الوقائية والعلاجية الخاصة بأمراض القلب بشكل خاص، كما أن افتتاح مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب هذا العام في منطقة عوالي سوف يوفر مستويات متميزة من الرعاية الطبية الخاصة بأمراض القلب، بما يتضمن من معدات حديثة وخدمات علاجية متطورة، سواء في تشخيص وعلاج أمراض كهرباء القلب أو علاج انسداد الشرايين التاجية بأحدث معدات القسطرة أو عن طريق جراحة القلب. كما أود في هذه المناسبة أشير إلى أنه سوف يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ونحن فخورين أن يكون لنا السابق في هذا المجال، أول مؤتمر خاص بطب القلب الرياضي في ديسمبر المقبل تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والحملة التوعوية التثقيفية المصاحبة لهذا المؤتمر والتي سوف تستمر من الآن إلى موعد المؤتمر بإذن الله. وهدف هذه الحملة والتي أطلقنا عليها حملة نبض الرياضي هو تثقيف كافة أفراد المجتمع والرياضيين بشكل خاص بالأنماط الصحية الحياتية السليمة من الأكل الصحي وممارسة الرياضة بشكل سليم والابتعاد عن التدخين، مما يسهم في الوقاية من أمراض القلب والوقاية من عوامل الخطورة مثل الضغط والسكري. وهذا المؤتمر سوف يتم تنظيمه من قبل وزارة الصحة ومركز محمد بن خليفة آل خليفة التخصصي للقلب والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. نعم، نتمنى للجميع في هذا اليوم دوام الصحة والعافية. الدكتور عادل خليفة رئيس قسم كهرباء القلب بمركز محمد بن خليفة الخليفة التخصصي للقلب، شكرا جزيلا لك.